ما حكم تنظيف الأنف بعد نزول الدم إلى البلعوم أثناء الصيام؟ إذا نزل دم من الأنف إلى الحلق أثناء الصيام أحسست به فإنك تلفظه، عليك أن تبادر بلفظه وعدم ابتلاعه. وإذا ذهب من غير اختيار منك أو غير انتباه منك فلا يضر، صيامك صحيح إن شاء الله. المهم أنك ما تتعمد بلع الدم، ما تتعمد بلع الدم. إذا ذهب إلى جوفك من غير تعمد فلا حرج في ذلك.